بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الحادي والخمسون. خرجت فاطمة إلى الدار وأخذت تلعب مع الكلب. خرجت فعل فاطمة فاعل، إلى الدار جار ومجرور متعلق بالفعل خرجت، وحرف عطف أخذت أفعال الشروع، هي تدل على البدء في العمل. أخذت فعل ماض من أفعال الشروع، يعمل عمل كان، واسمها ضمير مستتر تقديره هي في محل رفع. تلعب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هي. والجملة الفعلية تلعب في محل نصب خبر أخذت مع ظرف مكان مضاف الكلب مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بالفعل تلعب. فرأتها أختها الكبيرة من الشباك وقالت لها: لا تلعبي يا فاطمة، أدخل البيت وقرأي درسك. فحرف عطف رأت فعل، ها مفعول به، أخت فاعل رأت مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه، الكبيرة نعت، من الشباك جار ومجرور متعلق بالفعل رأت، وحرف عطف قالت فعل وفاعل، لها جار ومجرور متعلق بالفعل قالت. لا ناهية تلعب فعل مضارع مجزوم بلا، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، يا حرف نداء فاطمة منادى. ادخلي فعل وفاعل، البيت ظرف مكان منصوب على أنه مفعول فيه، وحرف عطف اقرأي فعل وفاعل، درس مفعول به مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. وجملة لا تلعب يا فاطمة، ادخل البيت واقرأ درسك، في محل نصب مقول القول، أي سد مسد المفعول به، لأن المفعول به لا يكون جملة. فلما سمعت فاطمة قول أختها عائشة أطاعتها ودخلت البيت وأخذت تقرأ درسها. فحرف عطف لما ظرف زمان مضاف يتضمن معنى الشفت، وهو متعلق بالفعل أطاعت. سمعت فعل ماض في محل جر مضاف إليه، فاطمة فاعل سمعت، قول مفعول به، قول مضاف، أخت مضاف إليه، أخت مضاف، والهاء الضمير متصل مضاف إليه، عائشة بدل من أختي. مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتانيث. أطاعت فعل وفاعل، والهاء ضمير متصل مفعول به، وحرف عطف دخلت فعل وفاعل، البيت ظرف مكان منصوب على أنه مفعول فيه، وحرف عطف أخذت فعل ماض من أفعال الشروع، يعمل عمل كان، واسمها ضمير مستتر تقديره هي في محل رفع. تقرأ فعل مضارع وفاعله الضمير المستتر تقديره هي. والجملة الفعلية تقرأ في محل نصب خبر أخذت، درس مفعول به مضاف، والهاء الضمير المتصل مضاف إليه. رجع فريد من الكتاب إلى بيته، فجاءت إليه أختها الصغيرة فهيمة وقالت له: ماذا تصنعون يا أخي في الكتاب؟ رجع فعل فريد فاعل، من الكتاب جار ومجرور متعلق بالفعل رجع، إلى بيت جار ومجرور متعلق بالفعل رجع، بيت مضاف هي مضاف إليه. فحرف عطف جاءت فعل، إليه جار ومجرور متعلق بالفعل جاءت، أخته فاعل جاءت مضاف، ها مضاف إليه، الصغيرة نعت لأختها، فهمة بدل من أختها. وحرف عطف قالت فعل وفاعل، له جار ومجرور متعلق بالفعل قالت. ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ذا اسم مفصول خبر المبتدأ في محل رفع أيضا. تصنعون فعل والواو فاعل، وجملة تصنعون صلة الموصول، والأعد ضمير منصوب بتصنعون محذوف، التقدير ماذا تصنعونه، يا حرف نداء أخي منادى مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه، في الكتاب جار ومجرور متعلق بالفعل تصنعون، وجملة ماذا تصنعون يا أخي في الكتاب في محل النصب مقول القول، سد مسد المفعول به، لأن المفعول به لا يكون جملة. قال: نتعلم
فقالت ماذا تتعلمون؟ قال نتعلم القراءة والكتابة والحساب والرسم. قال فعل وفاعل، نتعلم فعل وفاعل، وجملة نتعلم مقول القول في محل نصب. فحرف عطف، قالت فعل وفاعل، ما اسم استفهام مبتدا، ذا اسم مفصول خبر مبتدا، تتعلمون فعل والواو فاعل، وجملة تتعلمون صلة الموصول، والعائد ضمير منصوب بتتعلمون محذوف. التقدير ماذا تتعلمونه، وجملة ماذا تتعلمون مقول القول، قال نتعلم، قال فعل وفاعل، نتعلم فعل وفاعل، القراءة مفعول به، وحرف عطف الكتابة معطوف على القراءة، وحرف عطف الحساب معطوف على الكتابة، وحرف عطف الرسم معطوف على الحساب، وجملة نتعلم القراءة والكتابة والحساب والرسم في محل النصب مقول القول. قعدت امرأة عجوز على الكرسي وأخذت تخيط القميص. قعدت فعل امرأة فاعل، عجوز نعت، على الكرسي جار ومجرور متعلق بالفعل قعدت، وحرف عطف أخذت فعل ماض من أفعال الشروع، يعمل عمل كان، واسمها ضمير مستتر تقديره هي في محل رفع. تخيط فعل وفاعل، وجملة الفعلية تخيط في محل النصب خبر أخذت، القميص مفعول به لتخيط. فجاء إليها حفيدها علي وقال لها ماذا تصنعين يا جدتي؟ فحرف عطف جاء فعل ماض إليها جار ومجرور متعلق بالفعل جاء، حفيد فاعل مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه، علي بدل من حفيد، وحرف عطف قال فعل وفاعل، لها جار ومجرور متعلق بالفعل قال، ما اسم استفهام مبتدأ، ذا اسم مفصول خبر المبتدأ، وجملة تصنعين صلة الموصول، والعائد ضمير منصوب بتصنعين محذوف. التقدير ماذا تصنعينه يا جدتي، يا حرف نداء، جدتي منادى مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه، وجملة ماذا تصنعين يا جدتي في محل النصب مقول القول. قالت آكل البطيخة يا بني. قالت فعل وفاعل، آكل فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، البطيخة مفعول به، يا حرف نداء، بني منادى، بني مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه، وهو تصغير للإبن. قال علي لا أنت تخيطين القميص. قال فعل علي فاعل، لا حرف جواب، أو تقول لا حرف نفي. التقدير قال علي لا تأكلين البطيخة بل أنت تخيطين القميص. أنت ضمير منفصل مبتدأ، تخيطين فعل مضارع خبر المبتدأ، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت أو فاعله الياء، القميص مفعول به. قالت ولماذا تسأل إذن وتزعجني؟ قال فعل وفاعل، وحرف عطف لي حرف الجر، ما اسم استفهام مجرور، والجار والمجرور متعلق بالفعل تسأل، ذا زائدة، أو تقول ذا اسم إشارة مفعول به مقدم لتسأل. تسأل فعل مضارع وفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، إذن حرف جواب، أصل الجملة، وإذن لماذا تسأل وتزعجني، وحرف عطف تزعج معطوف على تسأل. تزعج فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، والنون للوقاية، والياء ضمير متكلم مفعول به. امرأة كانت لها دجاجة تبيض بيضة فضة. امرأة مبتدأ، كانت فعل ماض ناقص خبر المبتدأ، لها جار ومجرور متعلق بكانت، وهو خبر كانت، والعائد على المبتدأ ضمير متصل وهو الهاء في لها. دجاجة اسم كانت، دجاجة منعوت، تبيض فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، وجملة تبيض في محل رفع نعت لدجاجة. بيضة مفعول به، فضة نعت، فقالت إن أنا كسرت علفها باضت بيضتين.
فحرف عات قالت فعل وفاعل إن حرف الشرط أنا ضمير منفصل توكيد لفظي للضمير المتصل وهو معزوف بفعله كسرت فعل وفاعل وجملة كسرت يفسر فعلا محذوفا التقدير إن كسرت أنا كسرت على فها باضت الإعراب إن حرف الشرط كسرت فعل والتاء فاعل وهو فعل الشرط أنا ضمير منفصل توكيد لفظي للضمير المتصل وهو التاء في كسرت كسرت فعل والتاء فاعل وهذا الفعل الموجود يفسر فعلا محذوفا علف مفعول به مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه باضت فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر تقديره هي وهو جواب الشرط قاعدة قد يأتي بعد إن اسم وفي هذه الحالة نقدر بعدها فعلا يفسره الفعل المذكور بيضتين مفعول مطلق فلما كسرت علفها ماتت فحرف عطف لما ظرف زمان مضاف يتضمن معنى الشرط وهو متعلق بالفعل ماتت كسرت فعل وفاعل وجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه علف مفعول به مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه ماتت فعل وفاعل والله أعلم بالصواب.